وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب. في البداية سعادة النائب نبارك لكم هذا الفوز، كيف ترى أهمية المشاركة النيابية في مثل هذه المحافل وكيف سيعزز ذلك من الدبلوماسية البرلمانية؟ في البداية رحب بكم أجمل ترحيب وأشكركم على هذه التهاني، ويسعدني في البداية طبعا أن أرفع حق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى بمناسبة انتخابات البحرين لمنصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية في انتخابات اجتماع البرلمان الآسيوي. طبعا هذا الإنجاز يحسب على الإنجازات للبحرين فضل مشروع الإصلاح الشامل لحضرة صاحب الجلالة، والذي أرسى فيه حفظه الله ورعاه قواعد الديمقراطية، وما مجلسنا النيابي إلا ثمرة من ثمرات هذا المشروع الرائد الذي حقق العديد من المكتسبات للمواطنين ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في شتى المحافل. بالإضافة إلى ذلك فإن مشاركتنا في هذا الاجتماع وناقشنا باستفاضة ما أنجزته البحرين من أول يوم ظهرت جائحة الكورونا في العالم إلى يوم الاجتماع، وبينا فيها دور البحرين ودور البحرين الريادي على مستوى العالم في شلون أنها كافحت جائحة الكورونا سواء في المجال الصحي أو المجال الاقتصادي أو المجال التعليمي. وطبعا اختيار مملكة البحرين في هذا المنصب جاء بعد السمعة اللي تتمتع فيها مملكة البحرين في مختلف يعني اللجان واللي هي تتمتع فيها وتترأسها. نعم، شكرا لك سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.